أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة وألتقي في هذه الحلقة بالعم الدكتور الفلكي صالح محمد العجير. حياك الله أبو محمد معانا. حيا هلا بكم، حيا هلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محدثكم دكتور صالح العجيري الباحث الفلكي، جئتكم من الماضي، قدمت إليكم ومستهل القرن العشرين، بلغت من الكبر عتية، جاوزت 95 أو أكاد. أحييكم تحية طيبة وسألتقي معكم إن شاء الله في هذا اللقاء الجيد بكل فخر وبكل طلاوة. إن شاء الله يكون لقاء طيب وممتع كما عودكم الدكتور صالح محمد العجيري على أن دائما حديثه شيق وقريب من القلب. أبو محمد، لابد في برنامجنا هذا أن نقف عند البدايات، وأين كانت الولادة؟ ولدت في الحي القبلي سنة 1921 في الكويت. أما دراستي فأنا كنت طالبا غير طلاب الملايين أو المليارات الطلاب اللي في العالم، اختلفت عنهم كثيرا. كيف؟ والدي في سنة 1920 افتتح مدرسة سماها مدرسة تربية الأطفال، وكان يأخذني على كتفه وأنا صغير يوديني المدرسة. ما أدري أي يوم اللي نزلني من كتفه ونزلني على الأرض وقال أنت طالب. أما تلاميذ العالم كانوا يدرون اليوم اللي ودوهم أبوهم المدرسة وقال أنت طالب، إلا أنا ما أدري أي يوم نزلني. ويمكن عرفت أشياء تعلمت وأنا على كتف والدي، عرفت ان الشيء مثل الرجل الواقف هذا الف، الرجل اللي راكع هذا ميم، اللي مثل الدجاجه هذا ياء، وعرفت يعني شيء وانا على هذا. بعد ذلك صار كساد في سوق اللؤلؤ واغلق والدي المدرسه، وانتقلت الى مدرسه اخرى انت تسميها مدرسه، انت تسمونها كتاتيب. اي في 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 مدرسه طوع ملا. اي وانا طبعا في ذلك الوقت انتقلت الى مدرسه بن شرف، محمد بن شرف، ثم ذلك انتقلت الى علي الصقلاوي، لان انتقلنا سكننا الى الصالحيه. بعد ذلك والدي راى ان انتقل الى مدرسه ملا مرشد. كم كان عمرك عندما انتقلت لمدرسة ملا مرشد؟ ملا مرشد سنة 34، يعني عمري 13 سنة. وطبعا في ذلك الوقت كان والدي رحمه الله أراد لي أن أبقى في مدرسة مرشد ولا أروح مدرسة مباركية، لسبب أن مدرسة المباركية تخرج موظفين. والدي أراد لي أن أكون تاجرا، فدخلني في مدرسة مرشد لأنه يدرب على أمساك الدفاتر، الكمبيالات، الحوالات، الفواتير، القوائم وكل شيء. لكن شاءت إرادة الله غير ذلك لوالدي. سنة 1938 صار عندنا، تأسس عندنا مجلس التشريعي. كان لهم نشاطات كثيرة، منها سياسية ومنها اقتصادية ومالية واجتماعية كذلك. من بينها أنهم يعرفون أن الكويت بلد عبارة عن أمة بحرية، وهم يعرفون الطرق البحرية، يعرفون المواسم، الأمطار وهبوب الرياح،
والبرد والبحر والتضاريس البحرية وأعماق البحار، وصلوا في سفنهم الشراعية العادية إلى الهند وإلى شرق أفريقيا، وتبادلوا في التجارة لفترات طويلة. هم أرادوا أن يجددوا هذه المعلومات عند نواقذة البحر وربابنة السفن، فقالوا نشوف لنا واحد نرسله إلى إنجلترا بعثة ليتعلم ما شاء الله مثل ما أرادوا لنا ذاك الوقت، أنه تعلم علوم البحار ويتخرج كابتن. ما صارت البحثة لأنه أمد المجلس صار قصير، فما صارت. كانت يعني رأيهم أنهم يرسلوني أنا في البحثة لأني عندي خلفية في علم الفلك، لكن ما صارت. لكن في وقت اللي عزموا على أو صار في فكرهم أنهم يرسلون واحد إلى إنجلترا، وكان رأيهم أنهم يرسلوني أنا، طلبوا من والدي أن ينقلني من مدرسة المرشد الأهلية إلى المدرسة المباركية لأجل أن تكون البعثة بعثة حكومية حكومية. دخلت إلى المدرسة المباركية وفوجئت. والدي رحمه الله عندما أغلق المدرسة نقل المكتبة إلى البيت، مكتبة المدرسة كلها كتب يعني كثيرة، وكان يشجعني على قراءة الكتب، فصار عندي حصيلة لا بأس بها. محمد، ذكرت في بعض المراجع بأنك تيتمت من ناحية الأم مبكرا وكنت ترعى أخوانك، نتوقف عند هذه النقطة. في أي مرحلة كانت من عمرك؟ شنو هي؟ لما توفت والدتك وليت أنت رعاية أخوانك؟ في سنة 1933 توفيت والدتي، فتوفيت والدتي وأنا عمري 12 سنة. وجدتني فجأة من طفل إلى راعي أسرة، رب أسرة، لأن والدي يشتغل يعمل في البلدية، يعمل في البلدية في الصباح والمساء وفي الليل، مسؤول عن ختم الذبائح البلدية. نعم. في المقصب. فوجدتني فجأة صرت أنت المسؤول، أنا المسؤول. نعم. أنا اللي أطبخ، أنا اللي أحلب الغنم، أنا اللي أخذ اللبن، أنا اللي أغسل الملابس، أنا اللي أهيئ أخواني للمدرسة. أنت كنت الأكبر طبعاً عشان هالشكل المسؤولية. نعم. كنت الأكبر علشان هالشكل. جعل أنا الكبير، إيه، صرت صاحب المسؤول عنهم. كانت هذه يعني بداية أخرى لحياتي. يمكن لم هذا العمل اللي أقوم فيه منعني من اللعب في 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 مع الأولاد في الحي الفريج، لذلك عوضت اللعب في الفريج بالشغب في الصف، صرت مشاغب وكنت كان من الناس الأشياء اللي كان نستعملها الطنين، يدخل المدرس وما يعرف منه اللي يقول طنين وأشياء. هذا الشغب في المدرسة نقلني إلى التمثيل المدرسي، التمثيل المدرسي نقلني إلى التمثيل المسرحي. أنا دخلت المدرسة المباركية فوجدتني مميزاً عن بقية أقراني، لأن والدي حرص حرصاً شديداً على يعني حصولي على معلومات جيدة. يعني من بينها كنت أعرف نظرية فيثاغورس، مساحة المربعين المثلثين على زاوية على زاوية مثلث المثلث يساوي نفس
المساحة للضلع الثالث. عارف عفوا، هل كان والدك يعني لماذا كان حريص على أن تدرس هذه النظريات؟ هل هو كان له اهتمام بالرياضيات بالفلك؟ لا، خصص لي مدرسين خصوصيين. أنا درست عند الشيخ محمد الجراح علوم الفقه وعلوم النحو والصرف وغيره، وصرت يعني وعبد الرحمن الرويح تاريخ وجغرافيا، وكذلك كثير من المدرسين هياهم لي ودرسوني، حتى أني عرفت قبل أقراني يعني كثير من الأمور اللي كانت تصعب على أمامه في مثل سني قاعدة الخميدس، كل جسم يتغرغر في سهر فإنه يفقد من وزنه بقدر وزن مساوي له من ذلك السهل. دخلت المدرسة المدرية فوجدتني مميزا على التلاميذ أغراني، فاصطدمت مع مدرس اللغة العربية أول شيء، قال الأسماء الخمسة، قلت لا الأسماء الستة، قال شنهم؟ قلت أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. قال لي هذا علم النحو القديم. قلت لي مدرسي مدرس قديم الشيخ محمد الجراح. وبعدين جينا إن وخواته، وكان وخواته إن يعني تنصب المبتدأ ترفع الخبر، وكان عكس ذلك. وجينا عند الممنوع من الصرف يجرب الفتحة وسكت. قلت له لا، في تفصيل العالمية والعجمة، في يوسف العالمية والنون، في رمضان العالمية والتأنيث، عن فاطمة وما جاء على منتهى صيغة الجموع على وفن المفاعل أو مفاعيل، بشرط أن يكون يضاف، بشرط أن لا يضاف وأن لا يكون بعد ألف لام التعريف. المهم يعني كانت اصطدمت أيضا مع مدرس الحساب والهندسة، قال لنا مدرس الحساب أعطانا مسألة، قال نريد نبني حجرة طولها كذا وعرضها كذا. كانت المقاييس عندنا الإنجليزية، الياردة والفوت والإنش، طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا، الطابوقة سماكتها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا، كم طابوقة نحتاج لبناء هذه الغرفة. كان أقوم أنا أقوم بدينا أستاذ السؤال ناقص، قال شنو ناقص؟ قلت ناقص لأنه لبغينا نبني الغرفة نجيب طبشيرة والفحمة والعود نرسمها على الأرض وبعدين نبني، هل نبني الطابوقة داخل الخط ولا خارج الخط؟ قال لا، داخل الخط لأنه داخل الغرفة ومو خارج الغرفة. دمينا أنت نحل كما نقوم أستاذ السؤال ناقص، قال شنو؟ قلت ما قلت لنا هل نستعمل المنشار نص طابوقة وربع طابوقة في زوايا في كذا؟ قال إيه استعملوا المنشار. قلت له بعدين استمرينا عشان أقول أستاذ طاب السؤال ناقص، يعني شنو بعد؟ قلت ما قلت لنا سماكة الإسمنت بين الطابوقة والطابوقة؟ قال لا، ابنوها بغير إسمنت ولا ترى تصير صعبة ولا تحلونا. هذه نماذج من اللي يعني الاستدامات اللي محمد. من كان في المدرسة المباركية في تلك الفترة
زملائك مدرسين درسوكم؟ من أبرز زملائي فوجئتي ولا ساكن الديان الشيخ جابر الأحمد الصباح. وكان للتاريخ وللعلم أبي أقول يعني طرفة أنه كيف كان متواضع. أول شيء هو شاف نفسه قاعد جدام، ظن أنه لأنه ابن الأمير حاطينه جدام. قال ليش حاطيني جدام؟ قالوا لا لأنك صغير العمر قصير القامة، تشوف داود مساعد الصالح صفك في نفس الرحلة. اقتنع. بعدين مدرس اللغة العربية، طبعا مدرسنا فلسطينيين ذاك الوقت، مدرس اللغة العربية محمد محمود نجم أعطانا قصيدة اسمها عنوانها الشمس لشاعر النيل حافظ إبراهيم. لاح منها حاجب للناظرين وتبدت فتنة للناظرين، نظر إبراهيم فيها نظرة فأولي الشك وما ضل اليقين، قال ذا ربي فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين، ودع القوم لثاريها ودع القوم لسلطان مبين. القصيدة طويلة ما بيكملها، لكن بيت من البيوت هذه القصيدة فتن فيه الشيخ جابر رحمة الله عليه: أإله لم ينزه ذاته عن كسوف بئس قول الجاهلين. إذا الشمس إله شلون تنكسف؟ لازم تنزه نفسه عن الكسوف. وكله يقراها علينا، ويوم من الأيام استاذ قال لاح منها لاح، قال بيقرا علينا قصيدة لاح منها. فأنا أقول له اقعد انثبر، أذيتنا ندري الشمس ما كدتها الحوتة. ولا زعل ولا قال ليش هوشته، وكان مثلنا نيرنا ونيرنا سبه وسبنا نهاوشه وهاوشنا يعني زمان الدراسية. وهذا انعكس على لما صار أمير ما قصر عني، يذكر أيام الخوال أيام الدراسة وما قصر عني، قصر عني يعني ما شاء الله عليه رحمة الله عليه رحمة الواسعة، وأسكنه على فراديس الجنان في جنة الخلد وملك لا يبلاه. ممكن أبو محمد نأخذ استراحة الآن قصيرة ونعاود الحديث عن زملاء المباركية وكيف تعلقت بالتمثيل من وجودك في المدرسة المباركية؟ إن شاء الله. استراحة عزيز المشاهد. عزيزي المشاهد، عودة لضيفنا الدكتور صالح محمد العجير. أبو محمد، توقفنا عند بداية اتجاهك إلى حب التمثيل في المدرسة المباركية. طبعاً لما توفيت والدتي وصرت مسؤول عن إعالة إخوتي، ووالدي كان مشغول في البلدية موظف، انحرمت من اللعب مع أقراني في الحي، وعكس هذا أو عوض عن هذا في الصف في الشغب، صرت مشاغب وأدرسهم أو أعلمهم على طرق كثيرة للشغب. هذا يعني يسر أمري لأكون ممثل في المدرسي. التمثيل المدرسي هو الذي حولني إلى التمثيل المسرحي. التمثيل في الكويت يعني يمكن بدأ مبكرا أكثر مما نظن، في أهل البحارة وفي السفينة الشراعية أيام الغوص ما عندهم وقت لأي نشاط،
يعني بس حد هم يعملون وينامون ويصحون ويفتحون ويشغلون مرة ثانية. أما في السفر لا، في عندهم فرصة وقت، ففرصة وقت يقوم كم واحد منهم يقومون ما يشبه التمثيليات، يضحكون أقرانهم وأصحابهم وأجدادهم، يعني تمثيل. هذا شيء جديد. تمثيل. هل كانوا يسوون شيء مثل التمثيلية أو يقعدون يسولفون مع بعض يتحول إلى طقس تمثيلي مثلاً؟ لا يقعدون بس يقولون إن أنت امرأة وأنت رجل. يوزعون أدوار. إيه نعم. يعني مثل بالضبط مثل ما حدث بعد ذلك في مسرح النجم. عندما صارت في البدايات الرجال ان كل واحد يعرف دوره. ايوه. وبعد ذلك في سنه 1937 كان عندنا في يوم 17 رمضان وهو غزوه بدر الكبرى، سوينا قبل المسرحيه سوينا حفله وقدموا ما شاء لهم ان يقوموا به، لكن أنا رحمة الله عليه فهد الفارس ورحمة الله عليه فهد الصرعاوي قمنا بتمثيلية صغيرة بعد الحفل اسمها الدختر الأمريكاني. كوميدي. الدختر الأمريكاني شوية كذي دش تعال دش البدوي وشاف روحه في المنظرة وطق المنظرة ويعني في أشياء شوية كانت. يعني أنتوا نقدر نقول يعني مشهد تمثيلي نقدي للحالة اللي كانت فيها في ذاك الوقت. نعم. وبعد ذلك سنة 1938 طبعا أول مسرحية يعني يقال عنها أنها حق بحقيقة مسرحية اللي هي إسلام عمر، قام فيه المدرسين الفلسطينيين وبعض الطلاب ما شاء الله عليهم الذين يعني قاموا في العمل معهم. وبعد ذلك إسلام عمر وبعدين فتح مصر منتج اللي بعدها، وبعدين يظهر أنه التمثيل شوية خفى نجمه قليلا. هذه المسرحية إسلام عمر هل كان فيها أدوار نسائية؟ لا رجال فيها نسائية. إيه. وكانت يعني بداية. بعد ذلك كما تعرفين صارت مسارح كثيرة وقدمت تمثيليات ومسارح استصحيات ونشاط يعني كان لا بأس به، والناس في ذلك الزمان كانوا يعني يحبون المسرحية يروحون لها لأنه ما في عندهم تسلية إلا المسرحية، كانوا يدفعون فلوس مو مثل الحين يقول والله أنا جابول الكرت دعوة ويفاخر إنه ما دفع فلوس، وكان الشيوخ يجون حضرون حتى الشيخ أحمد الجابر رحمة الله عليه حضر، وبعدين عبد الله المبارك وعبد الله الجابر وسكرتير الحكومة في مسرحية سويناها أنا لأني فلكي وأحب الفلك فضائية. جبنا. أنت كتبتها ولا أنت فكرت؟ لا أنا فكرت فيها يعني على قد زماننا يعني لو قيست ماكو شيء. جبنا علي جعفر جسمه صغير وحجمه صغير ولبسنا لباس الغوص الأسود، حطينا في سقف المسرح، حطينا الحبل عشان ينزل فيه نازل من القمر، يعني أنا وصلت إلى القمر قبل الميكان بعشرين سنة قبل الميكان قبل الروس. نزلنا قام ينتفض وخايف من البشر، أول مرة أشوف بشر. المهم أنا قلت كان
عبد الله المبارك رحمه الله عليه، وسكرتير الحكومه محمد العتيبي حاضرين المسرحيه، صايرين في 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 اول السطر نعم. انا جيت الى حافه المسرح كان اقول حق العلماء: يا علماء، انا جمعتكم على مستوى عالي، على مستوى عالي، ومديني واحده عالي واحده عالي فوق. كان ضحك ضحكه كبيره محمد العتيبي، كسر في الكرسي يعني. كان وكانت شطحات ذاك الوقت يعني، ماكو شيء اللي شو اسمها كان هذه المسرحيه ابو محمد؟ نعم، الوصول الى القمر. الوصول الى القمر، اي. وبعد ذلك طبعا مفتتنات بسيطه على قد زمانها، ونشطح فيها: ايش غداكم؟ قال: غدانا خبز وثلج. ويعني يعني المواقف الكوميديه كوميديه اللحظه. اي، استمر هذا الاهتمام في المسرح من عام 38 الى 61 وتوقفت، يعني نستطيع ان نقول 61 استقلال الكويت. نعم، عام يعني زمن استقلال الكويت تقريبا هالشكل بالتالي 61. نعم، ايه. تغير طبعا هذا، وصار في 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 بدايات اللي ما كان في نص، ما في نص. لذلك يسمعون الارتجالية يقول: انت امرأة، انت بنت، انت مدير، انت رئيس، انت كذا، انت عامل. وبعدين الليل كل ليلة يجون الناس، ليش؟ لأنه ارتجالي ويتغير كل ليلة عن ليلة. وبعدين نصحح عليه، نقول له: ليش أنت فراش؟ ليش جالس على الكرسي؟ لازم توقف، ما تقعد على الكرسي. فيصحح، فيصير تصحيحات، والناس يجون كلنا، ولا عندهم غير المسرحية التسلية. محمد في هالفترة يعني كان المرأة موجودة كفعل كاسم، لكن ماكو عنصر نسائي في المسرح. من هو اللي كان من مجموعتكم يمثل دور المرأة؟ أول امرأة يعني دور رجل دخل يعني مثل دور رجل، دخل دور امرأة. علي الرشيد. علي الرشيد في أي مسرحية؟ في 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 في, في مسرحية مسرحية موس فتح مصر. فتح مصر، اي نعم. وبعدها في السنوات التالية، وبعدين تتتتت عاد دخلت البنت ما شاء الله من أوسع أبواب التمثيل. أنت ما شاء الله عليك في زمانك يعني بديتي ممثله، لكن صرفتي بعدين الى الاعلان، توقفتي. اختك سعاد عبد الله واصلت التمثيل، وما شاء الله صارت كما نرجو ونتمنى. انا حسيت اني انا ماني موهوبه، يعني ما عندي موهبه التمثيل ولا تدري. بس الاعلام اكثر واكثر الحمد لله. عاش ابراهيم وطبعا ما ننكر دور مريم الغضبان، مريم الصالح، كثير من الاخوات اليوم. لكن نتوقف عند مثلا عقاب الخطيب، محمد النشمي، مثلوا بعضهم ادوار نساء. يقال ان حمد الرجيب مثل في احدى المسرحيات، اعتقد اسلام عمر، اخذ دور امراه ثم اخذ دور رجل في نفس المسرحيه. اي ما اتذكر هذه. إيه، ومدونة في بعض المراجع. محمد، متى حسيت عندك ميول إلى علم الفلك ويجب أن هذا الأمر تعطي اهتمام في دراستك وفي توجهك؟ بدأت مبكرا في شغفي بعلم الفلك لأسباب، أو دخلت من أبواب كثيرة. أول باب دخلت في علم الفلك أنني في صغري كنت أخاف الظواهر الطبيعية، أخاف من قصف الرعد، أخاف من وميض البرق، أخاف من الظلام،
أخاف من النور، أخاف من الحرارة الشمس، أخاف من كل هذه الظواهر الطبيعية أخاف منها. فدخلت إلى علم الفلك، باب أعرف عدوك، ما دام هذا عدوي لازم أعرفه عشان أتقي عشان أتعامل معاه. ثاني باب والدي في صغري أرسلني إلى البادية، كنت ضيف قبيلة الرشايدة لتعلم الفروسية والرماية والحياة الخشنة. كنت بهرتني سماء الصحراء بجلالها وجمالها وبهايا، شمس مضيئة وقمر منير ونجوم الألاعة. من هذا الباب أيضا دخلت وتعلمت منهم حسابات البدو، قران حادي بردن بادي، قران تاسع بردن لاسع، قران سابع مجيع وشابع، قران خامس برد ربيع طامس، قران ثالث ربيع ذالف، قران حادي على الماء يتراني، والشكل يشوفون قران الثريا مع القمر على حسب. وبعد ذلك يعني أتردد عليهم، نعم ضد عليهم، وعرفت منهم أيضا أول وأنا صغير، يعني أول مرة عمري 12 سنة معرفة الجهات الأربع، نعرفها من النجم القطبي يسمونه الياه، يسمونه الجدي، البدو يسمونه الجدي، اتجاه الشمال إذا عرفنا الشمال عرفنا باقي الجهات. في غير هذا إذا صارت الدنيا ظلام ولا في شمس ولا في قمر ولا في نجوم، شلون نعرف الاتجاهات؟ نتجه اتجاه من اتجاه الكثبان، كثبان رملية. وبعدين كل شجيرة صغيرة أو حصوة صغيرة في البادي في البار في الصحراء يتكون في أسفلها مثلث من النام من الرمال الناعمة، هذه تدلنا أيضا على لأن ريح الشمال تأتي رتيبة وريح الجنوب تأتي متعثرة. الباب الثالث من كثير من الأبواب وقع، ما في مدرس فلك ولا في كتب فلك. أبو محمد، متى اكتشف والدك حبك للفلك وقرر انتسابك إلى مؤسسة علم الفلك أو مدرسة يعني عبد الرحمن بن حجي أحد المهتمين في علم الفلك في ذات الوقت؟ في آلة إسلامية عربية اسمها الربع المجيب منسوبة إلى خوارزم، عبارة عن ربع دائرة وفيها جيوب التمام وجيوب التتيني والجيوب والظل والميل، وفيها أشياء وفيها خيط وتستعمل للمواقيت، يعني كآلة توقيت وآلة يعني هندسة يعني هندسة. هذه اضمحلت باضمحلال دولة الإسلام، لما جت الدولة العثمانية أحيت هذا العلم ورسمت هذه الآلة ووزعتها وصار الناس يستعملونها حساب المواقيت، الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء واتجاه القبلة والساعة كم من الشمس، ويعني أمور كثيرة فيها. دخلت إلى الحجاز من الدول العثمانية إلى الحجاز في مكة المكرمة. عبد الرحمن الحجي راح الحجاز، راح المكة المكرمة، ما أدري هو يعني عنده شغل أو كان مخصوص علشان يدرس الآلة أو صدفة. المهم أنه درس في جماعة اسمهم بيت آل النبهاني، مختصين بمصطلح الحديث والعلوم الأخرى، النحو والصرف والتاريخ أيضا لهم اهتمام، كانوا هم الذين ألفوا فيه ودرسوا. عبد الرحمن الحجي درس عليهم هذه الآلة وجاء الكويت
وأنا علمت أنه عنده آلة حساب فلكية، فطبعا شغفت بها ودرست عليه، وبعدين هو يظهر أنه درسها إلى حد ما وتوقف، ما أعرف الباقي. أنا لا درستها وصرت متخصص فيها لأنه ما عندي غيرها، وكنت يعني أرسمها وأستعملها وأطلع منها شروق الشمس وغروب الشمس واتجاه الجبلة والساعة من الشمس يعني المسافات بين المدن وكثير من الأمور الفلكية والهندسية. هل لا زالت هذه الآلة موجودة؟ موجودة عندي، موجودة عندي، مي نفسها لكن غيرها، صورة صورة. وبعدين في ذلك الزمان ما في مدرسين فلك ولا في كتب فلكية. وقع في كتاب اسمه المناهج الحميدية في حسابات النجوم والشمس والقمر، طبعا شغفت فيه وحبيته وقريته وأبواب كثيرة، عرفت بعضها وبعضها لم أعرفه. قررت أني أسافر إلى مصر ألتقي بالمؤلف صاحب الكتاب اللي هو كان الوحيد عندي. فسافرت من الكويت إلى البصرة بالسيارة، ومن البصرة إلى بغداد بالقطار، ومن بغداد طبعا في شركة اسمها شركة نيرن لها سيارات تنقل من الشام إلى 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 من الشام إلى 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 العراق وبالعكس. سافرت فيها، بعدين لمدة سافرت ركبت الباخرة، سافرت من بيروت إلى الإسكندرية، أتذكر اسم الباخرة سورية، من الإسكندرية طبعا إلى القاهرة، ومن القاهرة ركبنا السيارات، انتهى خط السيارات، ركبنا حمير، صرنا ندور في القيطان في مكان سميت النخاس شرعية، وجدت المؤلف موجود. يعني هو بعد مو ساكن من سكان القاهرة؟ لا مو ساكن، بعيد بعيد. اي وما قصر الرحلة، يمكن 20 يوم نقعد ونستريح. المهم رحت له وما قصر عني، علمني الأشياء اللي خفيت علي من الكتاب، وأعطاني دروس، أعطاني كتب، أعطاني، وقال شوف مكاني بعيد، عمري 80 سنة، أنا أشور عليك إني أحولك على أحد تلامذتي في القاهرة أقرب لك، حول لي على واحد اسمه عبد الفتاح وحيد أحمد في القاهرة، هو مدخل الغورية في شارع الأزهر، ندخل فيه على اليسار أكو مقام اسمه مقام الدرديري، تبركون فيه بيت يم المقام، وأروح له مسافر مخصوص له، أو أحيانا أروح أنا سياحة أو أي شيء آخر، ودرس عليه سنين طويلة، لكن له فضل كبير علي، هو اللي علمني حساب المثلثات الكروية، واللي علمني حساب اللوغاريتمات. لكن مع هذا الفضل الكبير فيه عيب صغير صغير، مثل ما يقول المصري الحلو ما يكمل شيء. أكيد جامع خلال 50 سنة الماضية كتب بالفلك، شيء مطبوعات وشيء مخطوطات وشيء مترجم من زمن الدولة العثمانية، وسكر عليهم ولا يخلي أحد يشوف كتبه، سكر على مفتاح وقال لزوجته لمت تفنيهم معاي، أنا تلميذه وأدرس، يجيب كتاب نقرأ ورجعة، نجيب كتاب نقرأ ورجعة، ما يخليني أروح أشوف المكتبة. تميت سنين وأنا على شكل متشوق إلى هذه الكتب. يوم من الأيام يعني مكتوب منها، كانت تقول زوجي توفى رحمة الله عليه عبد الفتاح وعيد أحمد رحمه الله الرحمة الواسعة، أسكنه على فراز الجنان، له فضل كبير علي. قلت لها أنا لي خاطر في الكتب اللي عندكم، كانت متى ما جيت القاهرة تنقي لك الكتب اللي تبيها
وباقي الكتب نتصرف فيها احنا. والله رحت فتحت الكنز العظيم اللي انا مشوق له. جبت لي 3 شنط، لقيت لي 70 كتاب، 70 كتاب حطيتهم في. كان اقول لها بكم؟ كانت تقول لي ببلاش. قلت لها ليش؟ كانت تقول ذول ضرتي. هذه زوجته الثانيه. كان طول وقته قاعد في المكتبه. يعني محمد في قصري قصه مع اشهر شيء مع الرزنامه ومع انشاء المرصد. الرزنامه الحين حقيقه نتوقف استراحه قصيره ثم نعود نتحدث عن فكره الرزنامه، كيف واتت الدكتور صالح محمد العجيري. استراحه. عزيزي المشاهد، عودة إلى ضيفي الدكتور صالح محمد العجيري. أبو محمد، توقفنا عند الرزنامة، شلون فكرت فيها؟ شلون جاتك الفكرة؟ شنو يعني كان وجهة نظرك في أنك تسوي رزنامة اللي هي الآن تعتبر التقويم الرسمي لدولة الكويت ومنطقة الخليج؟ في صغري لما كنت في مدرسة والدي اللي افتتحت سنة 1920 وغلقت سنة 1930، في الحائط رزنامة، يقولون هذا رزنامة، وكل يوم يشقون ورقة. إذا صار يوم الخميس يقول أبوي شوفوا يوم الخميس يضحك، ما أشوف شيء يضحك، بس ربما يقول الخميس يعني باكر الجمعة عطلة، فيضحك الخميس الجمعة. أنا قلدت هذه الرزنامة بس ببساطة جدا، أكتب السبت 6، يعني سبت 6 من الشهر، الأحد 7، الأثنين 8، وهالشكل. تطور هذا طبعا مع مرور الوقت، وضفت عليها التقويم الميلادي غير العربي، وبعدين درست أنا على عبد الرحمن الحجي كما ذكرت، وعرفت المواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وغيرها من المواقيت، طلوع الشمس وغروبها، فأضفتها لها. سنة 1936 تقريبا كان عندي رزنامة يعني مقبولة، أعطيتها أبوي في الديوانية، كان عندنا جماعة، كان يقول لي والله مع الأسف إن ما عندنا في الكويت مطابع، كان طبعناها. كان يقول واحد من الحاضرين بلا بلا، واحد جاب مطبعة من الهند وتالي ما اشتغلت وبن شكرها منه، قال هذاك اللي يتحجى نحوي، بس منه يتحجى نحوي طبعا ما يجيب مطبعة إلا واحد يتحجى نحوي، يعني بيع السمش ولا بيع الجت مطبعة. بعدين عرفت أن خالد الفرج بعد مرور سنين أنه اللي جاب مطبعة. المهم ما انطبعت طبعا. سنة 37 سويت واحدة أحسن أكمل، أعطاها أبوي حق مساعد الصالح طيب الله ثراه محمد الصالح المطوع، وقال شوفوا لها طريقة. مساعد الصالح يعرف أن عبد العزيز علي المطوع ولد بيت المطوع، شركة المطوع، علي عبد الوهاب أولاده ولد علي، عنده مكتب في بغداد التجارة، فعطى علي بن عز علي علشان يدزها إلى مكتبة في بغداد وش يطبعونها. شافوها وهذا
قالوا إيه 2000 نسخة 20 دينار عراقي. كانت حملتنا حنا حملة هندية ربية. ربية. كان يقول مساعد الصالح أنا أتبرع ب5 دنانير. عبد العزيز علي المطوع رحمة الله عليه قال 5 دنانير. دوروا 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 وقالوا ما كل دائرة المعارف. كان تقول دائرة المعارف أنا أتبرع ب5 دنانير. صار 15 دينار. بعد تمت 5 دنانير ما عندنا. أبوي معاشه زين وفي البلدية يشتغل معاشه 20 ربوية يعني دينار ونص. فما يكفي ما انطبعت. لكن كانت الفكرة لمساعد الصالح رحمة الله عليه كانت يعني النية كانت طيبة. ويعتبر أول مشجع لي في طباعة الرزنامة. بعدين عقبها سويت واحدة وأعطاها أبوي عبد الحميد الصانع رحمة الله عليه موجه البلد. أعطاها الشيخ ساكن الجنان أحمد الجابر. أعطاها محمد عزة جعفر سكرتير الحكومة عشان يوديها مصر يطبعونها. راحت مصر وصارت في الطبع. كانت تكون قيام الحرب العالمية الثانية وضاعت في المعمعة. ضاعت في المعمعة. عقبها توظفت أنا وصار عندي شوية فلوس. سويت لي رزنامة 12 ورقة كل شهر. كانت 44. توظفت وين مدرس؟ لا توظفت مدرس قبل. هذه لما سويتها كنت تركت التدريس. اشتغلت عند التجار. كل شهر ورقة. كل شهر ورقة 12 ورقة. عقبها قلت ليش ما سويها 360 ورقة؟ سويتها ودزيتها بغداد. واحد عارفه كان يقول ايه لقيت لك مطبعة اسمها مطبعة السوريان اصحابها يهود مختصين في طباعة الرزنامات. قلت زين طبعوهم عندهم. كان يقول لا عندهم شرط ان ما يطبعونها على ورق ابيض لان وزارة التموين ما لها تصدير الورق الابيض. يبون حق كتبهم وحق جرائدهم فعلى ورق رخيص ملون. قلت ما يخالف طبعوها على ورق رخيص ملون. طبعوها على ورق رخيص ملون. كان تمنع ايضا وزاره التموين تصدير ورق ملون. تميت شو اسوي شلون اجيبها؟ انا اشتغل عند علي غبزرد وكاتب وحنا نتعامل مع واحد اسمه رحمين ساسون يهودي في البصره. عند مكتب في البصرة قلنا نجيبها من بغداد نجيبها مكتب اليهودي رحمين ساسون عشان يمكن نتصرف فيها يجيبها. جبناها البصرة صارت أقرب الحين عندنا. صارت قريبة. شفت واحد أنا في البصرة قلت له أرسلها لي رزم صغيرة كذي بالبريد. أرسل واحدة ثنتين ثلاث. قالوا لا ممنوع تصدير الورق. تمت الرزنامة محجوزة في البصرة. أنا قايل حق رحمة الله عليه محمد الرويح صاحب المكتبة الوطنية لا تجيب رزنامات من مصر. أنا بعطيك رزنامتي لا هو اللي من مصر ولا هو اللي من رزنامتي. راح اشتكى علي عند أبوي. أبوي يدري أني أقعد أنا في دوانية ياسين الغربلي أولاد زملائي. قال الرويح مشتكى عليك. قلت والله القصة كذا 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 كذا. كان يقول ياسين الغرب اللي صاحب الدوله ابو صالح عطني 100 ربويه. كان قاعد يطلع كذي يطلع. قال لا ابي نوط اخضر اللي مكتوب عليه 100 ربويه الكبير. رحت ويا ابوي البيت جبت له النوط الاخضر 100 ربويه واعطيته ياسين الغرب اللي اعطى ولد احد اولاد الزملائي عبد العزيز رحمه الله عليه.
وقال روح حق عبد اللطيف في شارع الجهرة، أول نسميه شارع الجهرة ما نسميه سالم 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 الجهرة، ولقيناه كان يقول يسلم عليك أبوه، يقول عندنا رزنامات في محل رحمين ساسون اليهودي في البصرة، في البصرة تجيبهم. كان يقول لا ما أقدر، ما شيء ممنوع، وأنا خاف أجازف ولا شيء، يصادرون سيارتي وسيارتي مرزة رزقي. كان أنقذ عبد العزيز، أعطى الأمانة، أعطى الأمانة، يوم طلع النوط كان يقول عاد أبوك عمنا، أبوك أبوك أبونا ويحسب إن شاء الله. هذا أنا بوزع بخاشيش على الموظفين. والله تمت يعني يومين كذي ثلاثة ويابها. قلت هذه القصة أنا حق أحمد الجار الله، مو أحمد الجار الله مال السياسة، لا أحمد الجار الله الحسن. كان يقول كان يقول ما ليش تعطي 100؟ ما أعطى أحد. أنا وياي جاي من زبير وأكروزة من فوق السيارة. قال ليش موظف قال كان يقول هذه لا، قال هذا البريد. قال زين البريد. وبعدين طبعت الرزنامة عاد ما خليت مكان ما طوعت فيه، طوعت في الجبان في سنغافورة، في باكستان، في بيروت، في دمشق، في حلب، في مصر، في الكويت، حتى في نابلس قبل الاحتلال طبعت فيها في نابلس فلسطين. فلسطين ادور الرخيص وادور السريع، لان الرزنامة مثل الفواكه تخرب مع مرور الزمن. الفواكه اللي نحط في الثلاجة، لكن هذه ما تنحط في الثلاجة. والحين مساء كما طبعت بالكويت، يعني الرزنامة اللي انطبعت بالكويت واستقرت على الكويت. طبعا انا الحين استقريت على مرة في الكويت ومرة في بيروت، لان في بيروت فاستقريت. الحين يمكن 12 سنة من استقريت على الطباعة في الكويت وفي في بيروت، وما شاء الله يعني صارت كل سنة أزيد فيها معلومات، فيها حكم ومواعظ وأشعار. من يساعد يعني أبو محمد الحين عسى الله يعطيك الصحة والعافية، من يساعدك في كتابة؟ واحد من أولادي اسمه جمال، وعندي سكرتيرة متفرغة لكتابتها وطباعة المسودات، والحكم من يحتاج حكم. أصدقاء وأصحاب يعطوني حكم، من بينهم رحمة الله عليهم السماع جار الله، ومن بينهم علي الجسار، الشيخ علي الجسار يعطوني الحكم. ويعني أزيد النيروز، البحار، مد الجزر، يعني الأشياء الأخرى. وبعدين الحكومة قررت أنه يكون هو تقويم الدولة، يعني التقويم الرسمي للدولة اللي هو رسميا مجلس. وأصبحت حقيقة هذه الرزنامة معروفة الآن في كل مكان. هل تحتاج إلى يعني دراسة تقاويم أو علم فلك عشان أمور الطبيعة عندما تكتب فيها أن يوم شديد الحرارة، يوم رياح، يوم كذا؟ والله أنا ما لي فخر، أنا عمري الفلكي 70 سنة. يعني كثير تجارب ودراسة، وصار لي اتصالات في المراصد الأخرى الخارج، في اليو اس نيفل، مرصد البحرية الأمريكية، ومرصد غرينتش، ويعني مسألة طويلة ودراستي في علم الفلك. المرصد يعني حقيقة شيء ممتاز، ويعني يكون هناك مرصد. هل فكرت أنت فيه أم هي شلون جاءت الفكرة، فكرة المرصد؟ كنت أنا أشوف لما أروح خارج الكويت في المراصد وفي المتاحف البندول اللي توضح،
أقول يا ريت إني أسوي واحد مثلها في الـ في الـ في, الـ في الكويت، لكن لو شريت واحد ولا وصيت على واحد صنعه لي وين أحطه؟ ما في بناية عالية. يظهر أن البندول هذا اللي أنا تمنيته جاء بفضل الله تعالى نتيجة لجهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. مؤسسة الكويت في المكتب مالهم في المدخل بندول من أحسن من البناديل اللي أنا شفتها تمنيتها. بعد ذلك فكرت أني أسوي مرصد، سوي مرصد، رحت شفت منطقة من المناطق البعيدة، وشفت خط قسيمة على آخر المنطقة بحيث أنه تكون ما يعني الفضاء موجود، أي موجود المرصد. رحت إنجلترا وجبت معدات. احنا انتهى وقتنا، نتوقف عند بداية انشاء المركز ونلتقي في حلقة اخرى. نشكرك على هذه الحلقة وهذا اللقاء. عزيزي المشاهد، نتوقف عند هذا الحد ونلتقيكم في حلقة اخرى مع العم الدكتور صالح العجيري. اشكر عنايتكم، وفقكم الله الى جلال الاعمال وإلى أنبل الغايات وإلى أكرم المقاصد، وعناية الله ترعاكم وتدون بالصحة والعزة والمسرة وراحة البال واطمئنان الخاطر، وعسى أن أراكم مرة أخرى وأنتم كما أرجو وأتمنى أحسن حالا وأنعم بالا بإذن الله.